يلزم يا بتوع يعوم معناتها باش يمنع والا لما يسمع وين حمايه مدنيه في بالي. لا هذوكم نحكوا على انتشال وكل شيء، اما انك تهرب وتغادر المكان وتزيد تقول راني ما متحولش وما تقومش بالاتصالات اللازمه من اجل انتشال الجثه، معناها هذا كله بالاضافه الى الى معناها نحكوا على الشهادات معناها المقدمه نهار 3 افريل 2018 وهو توفى في 31 مارس، تم انتشال الجثه 1 افريل، في 2 افريل جنازه، 3 افريل بدات سماعات. وسماعات ما لوجوش عليهم، رانا احنا خاطر اللي مازال ما يعرفوش هما الجماهير الرياضيه لا ما تخافش وعندها عقيده ما بين ذفرين، معناها كلمه العقيده معناها توجه معنا 11 انشهد في اليوم الاول نهار 3 افريل. بالله سؤال على الشهاد ما صار لهم شيء من بعد؟ لا صار في خصوصا في الثلاثه الاشهر الاولين عده مضايقات في زوج الشهود الرئيسيين اللي نحكي الكلام، زوج الشهود الرئيسيين، واحد تمت توجيه عده اتهامات ليه وستدعوه للمراكز نتاع المحيطه معناها الضاحيه الجنوبيه كل ولا والاخر هو في حادث سرقه هاتف مره معناها انتشال. شفت الحوادث نتاع الملعب هذوك اللي تعداوا القريه المتوسطيه عيطوا لنا فيهم 3 مرات. والثاني تلمون فما تضييقات حرق هو موجود موجود في فرنسا خارج ارض الوطن، وحنا حرق لايطاليا من ايطاليا لفرنسا معناها موجود في فرنسا عطى شهادته وحرق لا عطى شهادته حتى قدام التحقيق كمل كي كمل بمجرد عطى شهاده قدام في الجورجاني وعطى شهاده في التحقيق، ثم بعد ما كي حس المساله واصبحت خطيره بالنسبه ليه احرق.